نون. شكرا. طبعا أنا آسف إذا نجي للترجمة الحرفية هو التحسس العالي أو فرط الحساسية. الهايبرسنسيتيفيتي هو a reaction اوكي هو هذا الاتوبي. يعني اكو ناس يجوز اكثر من واحد او اثنين بالعائله الواحده عندهم برونكيال اسما، اوكي، او واحد او اثنين عندهم الرجيك راينايتس اللي هي يسهلها مرات هاي فيفر، هاي هيريتوري ديسبوزيشن. هذا الاتوبي. طبعا اتوبيك بيبل دي هاف هاي اماونت اوف اي جي اي، اوكي، ويتش از able to react against pathogens اللي هي environmental. يكون بالانفايرمنت، قد يكون الباثوجين دست وبار، قد يكون فيوم بخار، قد يكون something else. يعني ممكن مو بالضروره يكون فيوم or دست، لها مرات يعني اكلات معينه، يعني food particles، مرات دراجز هم ممكن تسوي لنا الرجي. يعني الالرجيك ستيمولاتورز حقيقه هم كلش هوايه ان ذا انفايرمنت. اوكي، اتوبيك انديفيدجوالز هاف ابنورمالي هاي ليفلز اوف سيركليتنج اي جي اي، قلنا. اوكي، طبعا وعندهم ذي هاف انكريز نمبر اوف ايزينوفيلز. يعني احنا مرات اذا نريد نعرف انه المريض عنده الرجي او لا، نسوي له كومبليت بلاد كاونت. اذا طلع عنده هاي اوزينوفيل كاونت، نقول هذا البيشنت عنده الرجي. الاوزينوفيلز، الاوزينوفيلز هي البيزوفيلز اذا تذكرون، واللمفوسايت، نيوتروفيل، جرانيولوسايت الى اخره. These individuals are more susceptible to allergies such as hay fever, eczema and asthma. شنو الالرجي؟ The reaction of hypersensitivity mediated by immunologic mechanism. هاي اللي هي احنا قلنا الهايبرسنسيتيفيتي ممكن يكون الرجيك وممكن يكون نون الرجيك. هذا الالرجيك اللي هو immunologic mechanisms. Allergic reactions may develop in the course of either humoral or cell mediated immunity. فعلا الالرجيك disorder in general, allergic disorders in general, they are they implies or they use the humoral immunity. مثل ما قلت لكم الاي جي اي هنا بالنسبه للالرجيك اللي هم الاسماتيك والالرجيك راينايتس، عندهم الاي جي اي. الاي جي اي اللي هو humoral، وممكن يكون لا prolonged reactions, prolonged allergic reactions. ممكن تستخدم السيل mediated response or cell mediated immunity اللي هي احنا قلنا humoral والسيل mediated immunity هم both of them, they are part of adaptive immune system. Allergens, شنو الالرجينز؟ Refers specifically to non-parasitic antigen capable of stimulating type 1 hypersensitivity response in allergic individuals. الالرجين هو المادة القادرة على إنتاج type 1 hypersensitivity response عند patients اللي عندهم allergic history. زين، احنا يمكن بالمحاضره السابقه اذا تتذكرون اكو ايرلي فيز واكو اكيوت فيز ريسبونس واكو ليت اور كرونيك فيز ريسبونس. يمكن انتم قرأتوا المحاضره السابقه. عندنا الاي جي ميديتد انفلاميشن بالايرلي فيز، التايم يكون مينتس افتر انتيجين تشالنج.
الاكزامبل هي كوتا اسمها كوز ميدييتورز ريليزد باي سيلز اتراكتد تو اريا اوف انفلاميشنز والسيل انفولفد من الماس سيلز والبيزوفيلز. هذا بالارلي فيز. لاحظوا بالليت فيز تشوف البيزوفيلز والماس سيلز. بالليت فيز لا، شنو السيلز ويتش ار انفولفد؟ هي الايزينوفيلز والبيزوفيلز ونضيف لهم النيوتروفيلز واللمفوسايتس. اوكي يعني الليمفوسايت صارت شنو صارت؟ صارت سيل ميديتد اميونيتي. اوكي صارت سيل ميديتد اميونيتي. هسه احنا الايزينوفيلز والبيزوفيل والنيوتروفيل هذول ياهم هذول اللي هم انيت اميونيتي. طبعا الانيت اميونيتي they are coming within hour or minutes. اوكي while الليمفوسايتس لا، طبعا يصير لها ستيميليشن later on واللي هي part of adaptive immune system. وقلت لكم أنا they take a time to develop, they take a time to specify, they have immune memory, they have memory, they have long lasting immunity. Okay. طبعا example of late phase هو chronic asthma. طبعا chronic asthma is difficult to be treated يعني in comparison to acute asthma. وحكينا يمكن هنا في أحد المحاضرات. طبعا الـ IgE production هو dependent on TH2 immune سيقوله TH2 immune response. Presence of interleukin طبعا TH2 اللي هي الـ T lymphocytes okay الـ T lymphocytes أكو T2, TH2, أكو TH1 ها كلها راح نحكيها هسه. TH2 presence of interleukin-4, interleukin-5, interleukin-9, interleukin-13 favor a TH2 response. Okay. يعني a TH1 إلى cells أو TH2 إلى cells. هما بشكل عام a TH1 وال TH2 هما usually or generally they are interleukin or cytokines. Interleukins or cytokines. لأن يعني interleukin هو نفس المعنى، نفس cytokine هو معنى interleukin اللي هي chemical messengers. Okay. الinterleukin 9 لاحظوا انتر هاي المفروض تحفظوها حفظ يعني. Interleukin 9 suppresses a TH1 response. Okay. Interleukin 9 suppresses a TH1 response. Okay. Then interleukin 9 suppress TH1 response. High levels also suppress TH2 response. يعني الانترليوكين 9 يشتغل عليهم اثنيناتهم. ممكن هو طبعا يعني initially it can suppress a TH1 response if there is a high levels of or high concentrations of interleukin 6, they will suppress TH2 response as well. نحكي شنو الـ TH1 وشنو الـ TH2 response؟ شنو الـ TH1 وشنو الـ TH2 response؟ cytokines قلت لكم آني cytokines can be functionally divided into two groups. أكو pro-inflammatory وأكو anti-inflammatory. الـ pro-inflammatory شنو الـ pro-inflammatory؟ الانتي انفلاماتوري they promote allergic response. الانتي انفلاماتوري اوكي التي لمفوسايتس ار ميجر سورسز اوف سيتوكينز. طبعا سي التي لمفوسايتس they secrete يعني if they receive a response or receive stimulus or receive a message or signal from the innate immune system they will produce cytokines. السيتوكينز تقسم حسب الحاله. اوكي السيتوكينز تقسم الى برو انفلاماتوري وانتي انفلاماتوري. البرو انفلاماتوري ان انتي انفلاماتوري. البرو انفلاماتوري المقصود اللي هي ستيميوليت انفلاميشن، وايل انتي انفلاماتوري هي معروفه هي انتي انفلاماتوري. شنو تي اتش 1 والتي اتش 2؟ هي تي هيلبر الحقيقه. التي هيلبر سيلز اللي هي ريسبونسبل فور الرجيك ديس اوردرز. التي هيلبرز اذا دخلت التي السيل ميديتد اميونيتي
بعمليه الالرجيك ديزيز بالكرونيك فيس مثل كرونيك اسما اللي حكيناها قبل شويه. التي هيلبر سيلز ويل بي ديفايدد انتو تي هيلبر 1 اند تي هيلبر 2. اوكي التي هيلبر 1 اور تي اتش 1 تايب سايتوكينز تند تو برودوس ذا برو انفلاماتوري. اذا التي اتش 1 هي برو انفلاماتوري، التي اتش 1 هي برو انفلاماتوري. اذا بالمحصله انه تي اتش 2 اور تي هيلبر 2 they are anti inflammatory. شنو اللي برو انفلاماتوري؟ It's responsible for killing intracellular parasites and perpetuating autoimmune response. إذن إيش راح يسوي؟ شنو وظيفة البرو انفلاماتوري؟ they are able to kill to kill the intracellular parasites and well, they stimulate or accentuate the autoimmune response. Okay, the main cytokine here is gamma interferon. بالنسبة لل TH1 mechanism, TH1 mechanism بين قوسين ال pro-inflammatory mechanism which seen in allergic disorders, the main cytokine is gamma interferon. Gamma interferon. هذا بال TH1 type. Excessive pro-inflammatory. إذا صار أكثر من اللازم response أكثر من اللازم pro-inflammatory response can lead to uncontrolled tissue damage, so there is need to be a mechanism to counteract this. يعني إحنا pro-inflammatory يبدأ بالعمل pro-inflammatory it will be able to kill the parasites and will perpetuate the autoimmune disease, and if there is no additional mechanism which counteract this mechanism, there will be further cellular damage. ايش محتاجين احنا؟ محتاجين اذا ميكانيزم اخرى حتى تعادل لنا الميكانيزم الاولى اللي هي تي اتش 1. الميكانيزم الاخرى هي الانتي انفلاماتوري ميكانيزم اور تي اتش 2 ميكانيزم اللي هي تي هيلبر 1 2 ميكانيزم which is يعني responsible for making a balance between its action and the action of the pro-inflammatory or TH1 mechanism. Okay, the TH2 type cytokines include قلنا بال TH1 هو الجاما انترفيرون commonly, while the TH2 type cytokines include interleukin 4, 5, 13, ذول الثلاثة اللي هم الرابع والخامس والثلاثعش, which are associated with the promotion of IgE and eosinophilic responses in atopy. Okay, اذا interleukin sorry TH2 mechanism is responsible for the allergic disease. TH2 هي responsible for the allergic disease, and also interleukin 10 which has more anti-inflammatory response. إذن صار عندنا أربع interleukins أو أربع cytokines اللي هي الرابع والخامس والثلاثعش والعاشر. الرابع والخامس والثلاثعش والعاشر هذا بال TH2 mechanism which is responsible for a promotion or for the development of allergic disease. Okay. Therefore, a human should have a balanced TH1 and TH2. إذا صار TH1 أكثر كفته زادت أكو disease, وإذا زاد ال TH2 كفته زادت هم there is a disease. شلون؟ Okay, إذن the human should have a balanced TH1 and TH2 response to maintain a balanced immune response. Many authors regard allergy as a TH2 weighted imbalance. يعني ال TH2 هو responsible for allergic disease. قلنا إحنا TH2. Okay. Allergic reactions are sensitivities to substances called allergens that come into contact with the skin. ممكن للسكن تجي هاي الallergens, ممكن للأيز, ممكن للنوس, ممكن للrespiratory tract, ممكن للgastrointestinal tract. يعني ده هاي كل هالأماكن الدخول الallergen into the body, and these can be a breath into the lungs, swallowed or injected.
ممكن بسوانج، ممكن يصير بانجكشن، ممكن طبعا عن طريق السكن، عن طريق الانجكشن اللي هو الايتروجينيك اللي هو احنا مرات نضرب ابره للمريض ويصير عنده الرجيك ديزيز اللي هي ارتكاريا اللي هي مثلا انافيلاكسيس الى اخره. Many allergic reactions are mild while others can be severe and life threatening. اوكي طبعا احنا عندنا the most life threatening condition or allergic disease هو الانافيلاكسيس حقيقه. Why anaphylaxis? Because the anaphylaxis can cause anaphylactic shock, which is a life threatening or fatal disease if not treated حقيقه rapidly. لازم احنا rapid walk to يعني لان ال patient يجيك ممكن يجيك يعني asystole, he cannot breath يعني حقيقه لا ABC هنا is very important in patients with anaphylaxis. Okay. طبعا there is a family history of قلت لكم اني family history there should be a family history of there should be a family history of allergic disease. Individuals without atopic background also may develop hypersensitivity. قلت لكم اني اكو الهايبرسنسيتيفيتي ممكن تكون allergic وممكن تكون non allergic. هنا قلنا انه some people they have no atopic background, also they can develop hypersensitivity reactions, particularly urticaria. الارتكاريا ممكن تكون هي part of non-allergic or non-atopic hypersensitivity. ممكن الانافيلاكسيس associated with same class of antibody IgE that found in atopic individuals. Okay. ال term حقيقة العلماء شافوا أنه term disease of immediate hypersensitivity reactions diseases of immediate hypersensitivity reaction DIHR disease of immediate hypersensitivity reaction presents a more reliable term than the broad term the atopy or allergy. ليش؟ لأنه ال hypersensitivity ممكن تكون atopic ممكن تكون non atopic فهذا term يكون will be more reliable. Allergic diseases are common and increasing cause of illness affecting between 15 to 20 percent of the population as sometimes. طبعا حقيقة هي نسبة كلش عالية يعني 15 إلى 20% نسبة جدا عالية. Okay, well that's why the allergic diseases they are common حقيقة in our locality. In an allergic disease, initial exposure to an otherwise harmless exogenous substance, اللي هو الالرجين, will trigger production of specific IgE antibody by activated B lymphocytes. احنا حاجينها لكم. إذا صار long standing exposure, راح يصير chronic inflammatory response characterized by a complex حقيقة infiltration of macrophage, neutrophils, eosinophil, T lymphocytes, وبالنتيجة راح يعني يصير will be further damage to the tissues بال chronic exposure. Okay. طبعا further damage وممكن يصير يتدخل هنا الفايبرو اوبتيك اور فايبرو اكتيف سيلز اور فازو اكتيف سيلز ويسوي لنا thickening of the. طبعا احنا الكومن اكزامبل مالتنا الكلاسيكال اكزامبل هو برونكيال اسما. اوكي ال patient with bronchial asthma with the chronic phase and the chronic phase they are more يعني حقيقة resistant to treatment. يعني الانتيهستامين الانتي allergic medications حقيقة they have poor work. That's why most of them they need further additional treatments اللي هي by يعني like corticosteroids steroids ممكن نستخدمها in addition to bronchodilators اللي هي they have limited effect. الانتيهستامين قلنا clinically ineffective in patients with a chronic asthma بس بالأكوت أسمى لا الانتيهستامين حقيقة they are effective. How what are the factors that make some people susceptible to allergic disease and others are not susceptible. ليش زيد من الناس صار عنده allergic disease وليش ليش ما صار عند هذا وليش صار عند هذا؟ حقيقة there are factors حقيقة اللي هي كان يعني modify
the يعني who is a patient can be which can be exposed or can develop allergic disease and unexplained اللي هي idiopathic كل ال diseases كل ال diseases بها idiopathic أكو خانة يسعلها idiopathic غير معروفة كل ال diseases at all يعني ال malignancies ال allergic diseases ال connective tissue diseases ال chronic kidney diseases إلى آخره كل ال disorders بها unexplained mechanism. ثانياً هو الحقيقة الهايجينيك هايبوثيسيس. الهايجينيك هايبوثيسيس أعطيكم إياها يعني فكرة إنه الهايجين هايبوثيسيس الناس اللي يتعرضون إلى الألرجينز بالطفولة إيش راح تتولد عندهم؟ تتولد عندهم وكأنه خلينا نقول مناعة أو تتولد عندهم أجسام مضادة بحيث تحميهم من التعرض إلى هذه الألرجينز بالمستقبل. هاي اللي تصير اللي هي سهلة هايجين هايبوثيسيس. أوكي؟ يعني مثلاً أبناء المدينة اللي هم دول المحافظين الأوفر بروتكتد حقيقة فاميليز اللي هم they didn't allow their children to go out of home to يعني play outside the home. أوكي؟ they are حقيقة يعني victims for allergic disease. Okay, while people who are living in the rural areas, يعني بالأطراف, بالperipheries, بالعشائر, they are حقيقة less liable to develop allergic disease. ليش؟ لأنه أماكن مفتوحة, أماكن زراعية, وجود حيوانات يطلعون برا يلعبون الأطفال وشيء كذا. الهايجين حقيقة, الهايجين is poor بهاي المكانات. يعني الأطفال عادة يكونون ما مو كلش نظيفين, فذا يتعرضون إلى allergens بالpediatric age group. من يكبرون they will be less liable to develop allergic disease. Okay. عندنا family history, هذا صار عندنا idiopathic, صار عندنا hygiene hypothesis, عندنا family history. طبعاً the family history is very important in allergic disease. Individuals with history of allergy can have family members with similar allergic disorder. يعني مثلاً نشوف اثنين أو ثلاثة بالعائلة عندهم برونكل أسمى. أكو genetic hypothesis, genes controlling cytokines production and IgE levels. وأكو environmental factors اللي هي pollutants, يعني واحد عايش بمنطقة بها مصانع هواية طبعا يكون معرض أكثر للallergic disorders. أوكي, يعني مناطق صناعية جوز إحنا ما عندنا مناطق صناعية. أوكي, cigarettes طبعا smoking is very يعني blamed حقيقة factor for development of allergic disease, bacterial and viral infection. Okay. أكو term يسهل sensitization. شنو sensitization؟ هو fixation of IgE to human mast cells and basophils. هو هذا ال sensitization. يعني أكو قدرة على ال IgE أنه sensitize to human mast cells وال basophils. هذا sensitization. طبعاً sensitization حقيقة هو البداية لتطور آخر بالمعالجة مع patients with allergic disease اللي هو ال desensitization, ورح نحكي عليها. Prepares these cells for subsequent antigen specific activation. طبعا احنا DIH اللي هي disease of immediate hypersensitivity reactions. عندنا الارتكاريا, عندنا الانجيوديما, atopic dermatitis, allergic dermatitis, allergic rhinitis, أو أوكي, أو عندنا ال برونكال أسمى, وعندنا فود ألرجي, وعندنا دراج ألرجي, وعندنا إنسكت فينوم ألرجي عن أنافلاكسس. هم 10 تقريبا اللي يعني نعتبرهم هم ألرجيك ديزيز. شنو ال what are the investigations, how to investigate a patient with suspected allergic disease. عندنا skin prick test. Skin prick test. Skin prick test. Gold standard of allergy testing. اللي هو diluted حقيقة standardized allergen. يأخذون allergen يسوون diluted يعاملون معاملة خاصة يسوون على شكل solution ويدخلونه تحت الجلد اللي هو injection into the forearm. Okay. مثلاً هنا عندي أنا وهذا المكان أحدده. Okay.
واسوي له بريك بريكنج اوكي اور بانكتشرنج ذا سكن ثرو ذا دروبليت، اخلي دروبليت هاي اللي هي الالرجين اوكي الستاندرايزد الالرجين اخليه على الفور ارم واجيب النيدل واثقب الجلد على الدروبليت او خلال الدروبليت. ايش راح يصير؟ طبعا شنو البوزيتيف ريسبونس افتر 10 مينتس، لانه احنا بروسس ايميديت، احنا قلنا الالرجي هو ايميديت رياكشن. افتر 10 مينتس a positive response is indicated by a local wheal and a flare. فتشي ارتفاع يصير عن الجلد واحمرار. اوكي طبعا more than 2 millimeters larger than negative control. احنا مرات شو نسوي؟ نستخدم دروبلت مال ووتر اوكي يعني مال مي، هذا عادي يعني، وهنا دروبلت مال الالرجين ونثقب اللي هنا هذا على الالرجين ونثقب هاي الصفحة أما خلال القطرة مالت المي وبعدهم بعد 10 دقائق. بعد 10 دقائق إذا أكثر من 2 مليمترز فلير ويل أوكي يعني ويل أن فلير ارتفاع احمرار هنا معناه أنه هذا البيشنت عنده ألرجيك ديزيز. هذا السكين بريك تيست. أكو سبيسيفيك إي جي إي تيستس اللي هي كوانتيتي أوف ذا إي جي إي ممكن نحسبها أوكي. وأكو challenge test. شنو challenge test؟ إنه أنا يعني أحاول أحفز ال 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 البرونكوسبازم in patients with bronchial asthma. أعطيه drug أوكي أخليه يصير عنده، إذا كان asthmatic يصير عنده positive response، يصير عنده bronchial asthma، يصير عنده bronchospasm اللي هي bronchial provocation testing, nasal challenge and food challenge for occupational asthma and food allergy. حتى مرات نستخدم هالمرضى اللي عندهم food allergy حتى نعرف نوع الفود، حتى اللي يتجاوزه وما يبدي ياكله مستقبلا ويصير عنده allergy okay. وحتى ال patient with bronchial asthma هم احنا من خلال البروفوكيشن أو من خلال التشالنج تيست نعرف أنه أكو ألرجين، certain allergens they are susceptible to these allergens. ممكن حتى we can try to avoid the exposure to such allergens. أكو blood testing اللي هي peripheral eosinophilia. طبعاً peripheral eosinophilia بس إذا كانت peripheral eosinophils more than 20% حقيقة لازم احنا نبحث عن سبب اخر، لانه صح يصير لكم ايزينوفيليا بس مو يوصل لحد هذه النسبه اوكي. هاو تو مانج بيشنتس وذ برونكال اسما ان مانج بيشنتس وذ الرجيك ديزيز. طبعا هو ذا فيرست اند ذا موست امبورتنت لاين اوف مانجمنت شنو هو؟ انه تو افويد ذا اكسبوجر تو فردر الرجينز اور ذا افويدنس اوف الرجينز like مثلا food drugs and other pollutants or pollutions. السكند تريتمنت هو الانتي هيستامينز اللي هو الانتي هيستامين. شنو الهيستامين؟ شنو شغله الهيستامين؟ الهيستامين H1 will be blocked حقيقه by anti histamines. طبعا الهيستامين H1 receptors they will يعني released in the area of allergy. طبعا هي responsible for stimulation of IgE and degranulation of mast cells with infiltration of basophils and يعني development of allergy. فاحنا نستخدم لهم الانتي هيستامينز. الافيلبل انتي هيستامين عندي ماركتس هو الكلورفينرامين، اذا سامعين بي كلورفينرامين اللي هو الالرمين اور هيستادين. الالرمين 25 ملي جرام والهيستادين 4 ملي جرام. هم اثنين هم الكلورفينرامين ممكن يكون هيستادين اللي هو 4 ملي جرام الجرعه مالته، وممكن يكون الالرمين اللي هو 25 ملي جرام. اكو كورتيكوستيرويدز حقيقه الكورتيكوستيرويدز they are working against mostly against the pro inflammatory cytokines okay working against the pro inflammatory cytokines. هم يسخن لهم الكورتيكوستيرويد انتي انفلاماتوري وحتى انتي بايراتيك اوكي. They are highly effective drugs but carry طبعا higher risk of side effects حقيقه. طبعا الكورتيكوستيرويد they are magic drugs ماكو خلاف على هذا الموضوع، لكنه they have حقيقه big and serious
side effects. Sodium chromoglycate will stabilize the mast cells membrane, may khalli the mast cells cell biha degranulation and inhibits the release of vasoactive mediators. It is ineffective in the management of food allergy. Sodium chromoglycate يشتغل على mast cells ما يخليها تنفجر. اللي هي من يصير بها stimulation IgE راح تنفجر و there will be released حقيقة of vasoactive substances كل اللي هي cytokines, interleukines, slow release substances إلى آخره interleukines هم كلها هاي تطلع من mast cells وكلها هاي لها شغل تسوي لنا congestion of the bronch يعني the wall of bronchi ونصير بها congested طبعا راح يصير narrowing of the lumen of the bronchus ويصير عندهم bronchus spasm sodium chromoglycate will act against the mast cells degranulation but it's usually ineffective in the management of food allergy اكو انتيجين شغلها سبيسيفيك اميونوثيرابي انتيجين سبيسيفيك اميونوثيرابي اللي هو هذا يشتغل اجينست الانتيجين سيكوينشال ادمنستريشن اوف ديلوت الرجينز اور انتيجين هذا اللي هي الانتيجين سبيسيفيك اميونوثيرابي ذا موست افكتيف حقيقه لاين اوف تريتمنت اوف بيشنتس وذ اتوبيك الرجي حقيقه اللي هو احنا نسميه الدي سنسيتايزيشن اللي هو ادمنستريشن اوف يعني فردر ادمنستريشن يعني مور ذان وانس حقيقه مور ذان سيكوينشال يسمى ادمنستريشن اوف ذا بلينت انتيجين اور مالتيبل انتيجينز كل مره يجي البيشنت حقنا بانتيجين مره ثانيه حقنا بانتيجين اخر مره ثالثه حقنا بانتيجين الى اخره الى ان يكتمل يصير response against these antigens يصير antibodies against these antigens وهاي الانتيبوديز will prevent or will interfere with further exposure in the future هاي اللي هو the process of desensitization اذا sequential administration of dilute antigen over a prolonged period of time this process is termed desensitization This treatment option is valid for IgE mediated allergic disease بس طبعا not valid for non allergic hypersensitivity okay اذا هي valid for IgE mediated allergic disease such as allergic rhinitis food allergy insect stings drug allergy it is highly effective but carries the risk option هو of anaphylaxis شو تسوي لنا يسوينا risk of anaphylaxis هاي ممكن يصير anaphylaxis omalizumab حقيقة الأومازيلوماب هو هذا يعني خلينا نقول biologic agent اللي هو monoclonal antibody against IgE اللي inhibits the binding of IgE to mast cells and basophil هذا الأومازيلوماب وأكو أدرينالين اللي هو life-saving measure in the treatment of anaphylaxis. حقيقة الأدرينالين, the patient with anaphylaxis, if not receive adrenaline or epinephrine, he will die. ما بيها مجال. هسه راح نجيكم من المحاضرة يمكن القادمة أنه anaphylaxis treatment, the gold standard treatment of anaphylaxis هو الأدرينالين. خاف يجيكم MCQ. Okay. إحنا هنا نعطيكم example وما راح نثقل عليكم حقيقة. مو كلش عندنا الالرجيك راينايتس بالالرجيك راينايتس هو الهاي فيفر اوكي طبعا this results from reaction of airborne and allergens and sensitized mast cells in the conjunctiva and nasal mucosa who induce release of pharmacologically active mediators from mast cells highly mediators cause localized vasodilation and increase capillary permeability طبعا يسوي لنا congestion that's why allergic rhinitis the patient يكونون طبعا running nose يصير عندهم running nose يصير عندهم nasal obstruction ويصير عندهم sneezing حقيقه يصير عندهم sneezing اوكي هاي هي الـ 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 الاعراض مالت البيشنت with hay fever or with allergic rhinitis bronchial asthma شنو bronchial asthma هو chronic inflammatory disorders of airway there is شي يكون بها يكون reversible حقيقه مو irreversible reversible bronchospasm اوكي
اكو كرونيك اذا كرونيك انفلاميشن راح يصير لنا راح يصحوا لها كرونيك اسما اوكي طبعا يصير عندهم ويزنج يصير عندهم بريثلسنس تشست تايتنس كافينج يصير عندهم سبيشلي طبعا ات نايت هم هذول البيشنت وذ بروكل اسما يصير ديتيريوريشن ان يعني ديفلوبمنت اوف سيمتومز يوزوالي ات نايت برونكو سبازم يصير عندهم ات نايت يعني بوسيبلي يعني ماني ثيوريز ليش ات نايت بيكوز اوف ديورنال variation of the excretion of steroids اللي هو يكون daily يعني at the daytime and it will be reduced in the night مرات due to يعني exposure to fed air draft cold air draft at night ممكن because of the يعني the contents of the pillow اللي هي مرات الوسادة أكثر شيء الناس بالعشائر مثلا يستخدمون الصوف وهذا به fumes و dust وممكن حقيقة will stimulate the production of bronchospasm فيعني هي multifactorial يجوز يعني تعطيل ال protective mechanism اللي هي الكاف وال sneezing and other حقيقة mechanism which are protective to maintain the potency of the برونكا يعني هي حقيقة multifactorial بالنسبة why the patients usually they exacerbated at night and in early morning يجي ال patient بالليل تالي الليل حد الصبح يبدي يتنك these episodes are usually associated with the widespread but variable variable airway obstruction which is reversible طبعا بالacute phase يكون reversible لكن بالchronic phase لا ما راح تكون reversible احنا قلنا الايتيولوجي اوف برونكل اسما هو اتوبي ان الرجي واكو جينيتك فاكتورز واكو انفايرمنتال فاكتورز اوكي واكو سموكينج حقيقه اكثر شيء البرونكل هايبر ريسبونسيفنس از ديمونستريتد باي اسكينج ذا بيشنت تو انهيل جرادوالي انكريز ان كونسنتريشن اوف ايذر هيستامين اور ميثاكولين هاي اللي هي تشالنج تيست صح ولا اور بروفوكاتيف تيست نعطيهم ميثاكولين او هيستامين اذا هم عندهم برونكل اسما يصير عندهم طبعا هايبر ريسبونس ويصير عندهم حقيقه راح يصير عندهم برونكوسبازم اوكي اكو طبعا فاريبل تيرمز اور فاريبل برزنتيشنز اكو برونك اسما اكو انترميتنت اسما او اكو نكتورنال اسما اونلي ديورينج نايت اوكي occupational asthma واللي هي accounts for 5% of adult onset asthma واكو early onset asthma اللي هي asthma in the early childhood واكو late onset asthma اللي هي asthma in the adulthood يعني لا تستغربون واحد عمره 50 سنه فما فوق ممكن يجيك with bronchial يعني bronchospasm or breathlessness for the first time يعني لا تتوقع لا تقول هذا مو asthma لا ممكن تكون هاي late onset asthma. Some patients have asthma after the use of beta blockers and aspirin اللي هي 10% of patients اللي ياخذون aspirin واللي ياخذون beta blockers يساعدهم bronchospasm. This is due to a shift in the metabolism of arachidonic acid from cyclooxygenase اللي هي cyclooxygenase واللي هي generating prostaglandin to lipooxygenase which generating leukotrienes. إذا صار production of leukotrienes there will be a bronchospasm. Therefore, the best treatment is by using of leukotriene receptor antagonists such as montelukast. عندنا بالسوق هذا المونتيليوكاست هو leukotriene antagonist وأكو برانيوكاست وأكو زفيرليوكاست. زفير ليوكاس ابران ليوكاس حقيقه ما طب العراق بس المونتي ليوكاس طب العراق اللي هو يسخو اليوكوترين ريسبتور انتاغونست which is valid حقيقه for patients with occupational asthma اعتقد خلصنا المحاضره نامل ان تكون المحاضره يعني مفيده وسهله واعتقد هي اليوم شويه المحاضره يعني بها نوع من البساطة لأنه بها صارت نفس كلينيكال حقيقة دائما المواضيع إذا بها كلينيكال باك جراوند تكون ممتعة لأنه يعني تكون بها مجال للفهم يعني تكون فهمية أكثر من المواضيع اللي هي بيزك حقيقة اللي تكون يعني صعبة الفهم طبعا نتمنى لكم الصحة والسلامة
بهاي الأيام الوبائية. إحنا اليوم المحاضرة السادسة، إن شاء الله بقى عندنا بس محاضرتين ونخلص. شكرا جزيلا.